نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض على هامش سباق الفورمولا 1 مهرجان حرفنا الذي استقطب من خلاله 16 ألف زائر من زوار الفورمولا 1 بالإضافة إلى ضيوف من أبناء الخليج. هذا ويعد المهرجان أحد أبرز الفعاليات التي أقيمت على هامش السباق ويستمر في البحرين حتى 9 من شهر أبريل الجاري. بين هدير المحركات والألحان التراثية التي عاشها زوار سباقات الفورمولا 1 انطلق مهرجان حرفنا الذي نظمته هيئة البحرين للسياحة والمعارض على هامش السباق، واستقطب عددا كبيرا من السياح ليتعرفوا من خلاله على الحرف التقليدية التي تتميز بها المملكة. عندنا اللي هي سلمت الله اللي هو مهرجان حرفتنا للحرف اليدوية، طبعا حابين احياء الاسواق القديمه مثل سوق باب البحرين، وطبعا احياء التراث القديم والحرف اليدويه القديمه. طبعا هذا جاء بالتزامن مع الفورمولا 1، وطبعا مثل ما انت شايفه عدد الزوار كثير. طبعا كان يعني معدل الزوار اول امس كانوا يتراوح ما بين 16 ألف. ربطت السياح بالتراث بالفورمولا لان معظم الاجانب المتواجدين عندنا حاليا هم اجانب ووفود، بالاضافه مال دول الخليج، يعني دول الخليج يعكسون، واحنا عندنا اجيال ما شافت الا هو حال هذه النشاطات والاعمال انتهت، صار الفورمولا هذه وصارت توجه السياحه بادره جيده وان شاء الله تكون تتفعل بصوره افضل. جاء مهرجان حرفنا بالتزامن مع سباقات الفورمولا 1 حرصا من هيئة السياحة على تنويع البرامج الترفيهية في مملكة البحرين للزائر، وإحياء للحرف البحرينية والأسواق القديمة لإظهار الإرث البحريني وتعريف العالم بما نمتلكه من حرف متميزة ونادرة. The culture, the beauty. هذه الاحتفالية مدهشة لما تحتويه من أرث حضاري متميز بالإضافة إلى الأعمال اليدوية الرائعة، وحقا هو أمر ملفت عندما يجتمع صوت السرعة مع الفن الجميل ليمنح البحرين جمالا خاصا، كما أنه يربط الأجيال الحالية بماضيهم الجميل. I just came from India to see Bahrain. جئت من الهند لزيارة البحرين وحضور سباق الفورمولا، وجدت في البحرين سحرا خاصا وسباقا متميزا وعرضا رائعا للحرف التقليدية. هذه المرة الأولى التي نزور فيها البحرين، وفعلا دهشنا بالحضارة والتقدم بالإضافة إلى روعة شعبها وثروتها الثقافية وتاريخها العريق، إضافة إلى شعبها المنفتح والراقي. فعلا إنه بلد متميز يمتلك إرثا حضاريا ضخما وشعبا معطاء. شاهدنا نوعية معينة من أنواع الطرب الخليجي القديم وبعض الحرف وبعض الفنون الجديدة التي طرأت في عصرنا هذا، جميل ما نراه اليوم في تنشيط السياحة بجميع وجهها. هذا الاحتفال يساهم بشكل كبير في تعريف السواح على الحرف اليدوية في البحرين، كما أنه سيساعد في استقطاب المزيد من السواح إلى المملكة. على أرض المملكة تجتمع كافة أشكال المتعة والإثارة المنسوجة بعبق الماضي الأصيل، أسعدت زوارها ورسمت الابتسامات على شفاههم معبرين عن حبهم الخالص لأرض الخلود. We love Bahrain and Formula One.